كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وتقدم مدبولي في برقيته بأسمى آيات التهاني للرئيس السيسي بحلول هذا الشهر الكريم، داعيا المولى عز وجل بدوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.